من رزق الله، وتولني يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك من فضل الله، وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أبصار أصواتهم عند رسول الله، وتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحة لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وأسكنني يا سميع يا قريب جنة أعدت للمتقين دعواهم فيها سلام سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا نافع يا رحمن يا رحمين يا رحيم، أسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا، آمين. وأنا الضال وأنت الهادي الرشيد، وأنا الظالم وأنت المقصد العادل، وأنا الخاسر وأنت المنجي، وأنا الناقص وأنت الكامل، وأنا السفلي وأنت الرافع المعز، وأنا النقصان وأنت السبحان، وأنا الجاهل وأنت العالم، وأنا العاصي وأنت الغفور، وأنا العجول وأنت الصبور، وأنا المذنب وأنت الغفور، وأنا القن وأنت المالك، وأنا الداعي وأنت المجيب بلا إجابة، وأنا السائل وأنت المعطي المفضل، وأنا التائب وأنت التواب، وأنا البخيل وأنت الكريم، وأنا الشاكر وأنت الشكور، وأنا الحامد وأنت الحميد، وأنا المادح وأنت الممدوح، وأنا الذاكر وأنت المذكور، وأنا الطالب وأنت المطلوب، وأنا الحبيب وأنت المحبوب، وأنا العاشق الصوري وأنت المعشوق الحقيقي، وأنا القاصد وأنت المقصود لأنه لا مقصود سواك، اللهم لا قدر إلا قدرك، ولا هداية إلا هدايتك، ولا فضل إلا فضلك، ولا توفيق إلا توفيقك، ولا نعمة إلا نعماؤك، ولا حول إلا حولك، ولا قوة إلا قوتك، ولا فيض إلا فيضك، وكل من عندك توكلت عليك واعتصمت بك، وأنت الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي مقصودي رضاك ولقاءك، يسرهما لي، اللهم أعطني سؤلي، أنت تعلم ما في قلبي ولا تحتاج لمقالي، يا غياث المستغيثين أغثنا، استجب دعاءنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.